السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل ملحق بيت باي بيت تلت اعدادي الترم الثاني، الامتحان 23 و24، محافظات البحر الاحمر واسوان، من 179 ل 184. انتظرونا صفحة 179 الامتحان رقم 23، محافظة البحر الاحمر. محادثة بين هدى وسلمى بيتكلموا عن سلمى's new mobile، الموبايل الجديد بتاع سلمى. هدى بتقول Is this mobile new؟ هل هذا الموبايل جديد؟ قالت لها Yes it is. طبعا ايه، واضح من المحادثة ان هو جديد. ساعتها قالت لها Who bought it for you؟ مين اللي اشتراه لك؟ اي اجابة مناسبة ممكن نقول ديت My father bought it for me، بابايا اشتراه لي. سألتها سؤال، قالت Because I have passed my final exam، انا نجحت في امتحان ايه النهائي. بتقول لها ايه، ليه هو اشتراه لك؟ لماذا؟ Why؟ والكلام عن الماضي هنستخدم فعل مساعد did. Why did he buy it for you؟ سألت سؤال، قالت لها ايه هو ايه ثمنه، يعني 2500 جنيه. يبقى how much is it، كم ثمنه؟ أو what price، لو قلنا what price نقول ايه، what price does it cost. What color is it، ما لون الايه الموبايل؟ اي اجابة مناسبة، it's black، انه لونه ايه اسود. السؤال اللي بعده نقرا القطعة كويس وبعدين نبتدي نحل. هنقول معانا على طول some people، بعض الناس يحب يعيشوا في ايه؟ واحد cities، مدن كبيرة. cities يعني مدن. but other people، لكن الناس التانية ما بتحبش ايه؟ ناس اخرون ما بيحبوش المعيشة في المدن. اتنين هتبقى opinion، يعني في رأيي. living in big cities، المعيشة في المدن الكبرى is very، ديت ايه رقم تلاتة، difficult، بتكون صعبة. بقول انا افضل المعيشه في الايه كونتري سايد، الريف، بيكون اهدأ وايه اكثر نقاء وصحي. اور جراند بيرنس، اجدادي اربعه هتبقى يوزد تو، اعتادوا ان يعيشوا ان فيليجز، في قرى. السؤال اللي بعده القطعه معناها باختصار، كان في فلاح مصري اسمه احمد، وهو كان بيعتني بالمحاصيل بتاعته، اكتشف تمثال قديم مدفون في الايه في التربة، التربة الزراعية. كان صغير ومصنوع من الذهب وعليه اللغة المصرية القديمة. صفحة 180، فأخذ التمثال وداه للمتحف الايه اللوكال المحلي. الخبراء ايه اندهشوا من التمثال ده، لأنه تاريخه يعود إلى الايه الفراعنة. اتعرض على أحمد ايه مبلغ من المال مقابل هذا الايه التمثال، ولكن رفض إنه يبيعه، وبدلا من ذلك صمم انه ايه يسلمه يعطيه للمتحف القومي المصري عشان ينقذ ايه تاريخ بلده. هذا التصرف طبعا ايه اكتسب بيه احمد الاحترام والاعجاب من المجتمع كله، ويعتبر طبعا ايه هو بطل حافظ على التراث الثقافي المصري. الاجابات واحد هتبقى دي، it was ancient، يعني كان قديم. رقم اتنين، كلمة رير بمعنى نادر، قيم، فاليبل، قيم. تلاتة، طبعا كان ايه فارمر، فلاح. اربعة، what is the main idea، ما الفكرة الرئيسية للقطعة دي؟ ممكن نقول الجملة ديت a farmer، فلاح اللي هو مقصود بيه احمد، بريزيرف، بتحافظ على our Egyptian culture heritage، التراث الثقافي المصري. ممكن نقول الجملة ديت ان احمد discovered، اكتشف an ancient statue، تمثال قديم، and give it to the museum، وايه اعطاه للمتحف. رقم خمسة، summarize، لخص الباراجراف الثالث في جملة واحدة. الباراجراف الثالث هو مش واضح هنا ايه كله على بعضه كده، هو الباراجراف الثالث من المفروض من اول كلمة هي لحد كلمة رير، يعني دولت الثلاث سطور دولت هما الباراجراف الثالث. فنلخصهم بقى كده، أحمد took the statue، أحمد خد التمثال to the museum، للمتحف، and they found it rare، وجدوا إن التمثال ده إيه قيم. ستة، what did أحمد earn، أحمد كسب إيه بفعله الجيد ده، عمله الصالح، ديد بمعنى عمل، اللي هو كسبه. الإجابة من أول هنا لحد كلمة community، اكتسب إيه احترام وإعجاب المجتمع كله. دي ست. السؤال الاختياري،
واحد a person who takes care of our teeth، الشخص اللي يعتني بأسناننا هو طبعا طبيب أسنان dentist. اتنين the synonym المرادف من كلمة bright بمعنى لامع، كلمة سويها يعني shiny. تلاتة if something is not it costs much money، لو شيء ما يكون ايه ده يكلف مبلغ كتير من المال، لو هو expensive غالي. صفحة 181 أربعة to get the noun، الحصول على الاسم من الفعل farm، we add the suffix نضيف لها اللاحقة ing تبقى farming. خمسة the natural home الموطن الطبيعي of an animal الحيوان أو النبات ده إيه habitat البيئة أو الموطن. ستة I feed my cat twice a day يعني أنا أطعم القطة بتاعتي مرتين في اليوم. كلمة feed يطعم means تعني give food يعطي الطعام يطعم يأكلها يعني. السؤال اللي بعده نعرف سبب الإجابات. رقم واحد هنا الجملة دي متحولة إلى غير مباشر شل الأقواس وربط بذات، خلاص فعل كل بره إيه said ماضي، يبقى هنحول هنا الزمن إلى الإيه الماضي verb to be الماضي منها يوز يا وير هي تاخد ووز. اتنين these pictures هذه الصور دي مفعول جت في الأول وفي ار هنا يبقى دي مبنية للمجهول ار والتصريف التالت taken وجاب لي هنا باي والايه الفاعل في الآخر يعني الصور ديت ايه التقطت. رقم تلاتة قاعدة افتر قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي تام هات finished. أربعة must تيجي بعدها مصدر هنحذف ال ing وتبقى avoid. خمسة ودي قاعدة اف بعدها مضارع بسيط الجملة التانية تبقى ايه will زائد المصدر would دي هتبقى will عشان تبقى الحالة الأولى من اف. صفحة 182 امتحان رقم 24 محافظة أسوان أول سؤال محادثة. محادثة بتتكلم عن طالب بيتكلم مع ايه مدرسه أو مدرسته about the solar system عن النظام الشمسي. الطالب بيقول can I ask you a few questions ممكن أسألك بعض الأسئلة أو ممكن أسألك بعض الأسئلة القليلة يعني. المدرس هيقول طبعا إيه شور نعم بالتأكيد أو yes of course نعم بالطبع أي إجابة مناسبة. what questions would you like to ask ما الأسئلة اللي أنت عايز تسألها. فسأل كده رد عليه وقال له there are 8 planets يوجد 8 إيه كواكب في النظام الشمسي. يبقى هيسأل ويقول كم عدد الكواكب اللي في الايه النظام الشمسي او المجموعة الشمسية كم عدد how many planets وبعدين نقدم r ديت are there in the solar system في الايه النظام الشمسي. سأل سؤال في ثلاثة رد وقال the sun is a star الشمس هي نجم وليست كوكب. يبقى هيسأل له ايه هل الشمس ديت نجم ولا كوكب. is the sun a star or a planet هل الشمس نجم ولا كوكب. لو لقينا هنا كلمة or بيخيرنا بين حاجتين بقى نجم او كوكب مش هجاوب هنا طبعا بايه بيس ولا نو عشان تعرفوا الحكاية دي يعني. الطالب قال how can we see the stars كيف يمكننا ان احنا نشاهد او نشوف يعني النجوم باستخدام التلسكوب by the telescope. في الاخر قال له you are welcome يبقى هنا في خمسة قال له thank you شكرا لك. السؤال اللي بعده القطعة دي بنقرأ كلها الأول عشان نفهمها نقول على طول بقى الإجابات. واحد هتبقى information يعني إيه الصحفي بيجمع ويقدم المعلومات كإيه a news story كقصة إخبارية. اتنين هنا بيقول الصحافة يعني has اتنين job opportunities يعني لها إيه فرص عمل. رقم تلاتة هتبقى الإجابة media وسائل الإعلام دول للراديو والتلفزيون الجرايد والمجلات. أربعة هتبقى الإجابة إيه بكم أنا إيه أريد أن أكون جورناليست صحفي الإجابة أربعة بكم. السؤال اللي بعده القطعة قول المال الفلوس يعني مفيدة جدا طبعا إيه في حياتنا اليومية. شكل الفلوس اللي بتستخدم في الدولة تسمى إيه كرنسي يعني عملة. العملة ديت بيكون لها غرضين يا إما تشتري بها سلع بضائع يعني أو تحصل على إيه خدمة مقابل إيه الفلوس دي يعني. النوعين الأكثر شيوعا طبعا من الإيه العملات
صفحة 183. العملة بتكون على شكل ايه؟ اما عملة ورقية او طبعا ايه العملة المعدنية. والعملة المعدنية دي بتكون ايه اصغر حاجة في الايه في العملة يعني. في مصر احنا بنستخدم الجنيه المصري، السعودية فيها الايه الريال السعودي، في امريكا الدولار، والين ده موجود في اليابان، فرنسا فيها الفرنك، الدرهم في الامارات، العراق فيها الدينار، والفرنك طبعا ايه في المانيا كمان. يوجد كمان ايه اشكال من العملات على شكل ايه الشيكات او الفواتير. المهم في الاخر السطر هنا بيقول لي بالرغم ان الفلوس تشتري حاجات كتير، لكنها طبعا لا يمكننا تشتري الايه المحبة والسعادة، تقدرش تشتري الحاجتين دول. أسئلة القطعة، أفضل عنوان للقطعة تبقى إجابة دي، أشكال إيه أو صيغ العملات، صور العملات، الفلوس يعني. اتنين تبقى إجابة فرنك، تلاتة كرنسي بمعنى عملة. رقم أربعة هنا بيقول إعطي ملخص للنص ده. السؤال ده سهل، بيديني درجات، طبعا بتلخص النص جمل بسيطة كده. هنا بيقول لي money is very useful، ممكن نقول الايه الاجابه ديت يعني الفلوس تكون مفيده in our life في حياتنا. There are two kinds، يوجد نوعين of currency من العملات. There are forms of money، يوجد طبعا ايه اشكال العملات الموجوده في ايه كل الدول. Money can't buy love، الفلوس لا يمكنها تشتري المحبه or happiness ولا السعاده، لا تشتري الحب ولا السعاده. كم عدد الدول العربيه اللي قالها في القطعة هنا؟ هم أربعة، فور. كلمة إت اللي في القطعة ديت تشير لإيه؟ إت اللي في القطعة دي تشير لإيه؟ مبلغ المال عموما يعني the sum of money، يعني هي دي إت ديت. خلاص بيقول إيه؟ إن في نوعين من الإيه العملات، العملة الورقية والإيه والمعدنية coin which is used، التي تستخدم when it includes، لما ده يتضمن few units of money، لما يكون يعني المبلغ فيه ايه يعني وحدات قليلة من المال، فنستخدم الايه العملة الايه المعدنية. يعني ايه ديت ما ينفعش تكون على كوين خالص. ايه هنا المقصود بها مبلغ من المال او اي حاجة تانية ممكن تقولها بس تكون مناسبة للمعنى يعني. السؤال الاختياري واحد، to give the antonym، عشان نعمل المضاد من كلمة able، استخدم طبعا ايه بريفكس يعني بادئة حروف تيجي في اول الكلمة on. اتنين في جملة المهم كلمة protect بمعنى يحمي means تعني save ينقذ. صفحة 184. تلاتة not is the remains، هي البقايا بتاعت حيوان او نبات، تبقى الاجابة فوسيل معنى حفرية. أربعة وأنوات إز أبيرسون، هو شخص، وترافلز يسافر في الفضاء، أسترونوت رائد فضاء. خمسة دي معروفة ويند تيرباينز، طواحين الرياح. ستة في جملة المهمة ذا سينينيم المرادف لكلمة كنترول بمعنى اتحكم فيه مانج. السؤال اللي بعد نقول سبب الإجابة. رقم واحد هنا في ايه في تناقض، قال لي بط ولكن الان يفعل ذلك، يبقى معنى كده ايه ده هنا اثبات حاجه هنا نافيه، عشان كده هننفي يوز ديت تبقى didn't use، لم يعتاد انه يعيش ايه بجانب البحر ولكن الان بيفعل ذلك. اتنين ديت سؤال، يبقى ايفر هي في السؤال بدلا من نيفر. تلاتة وده سؤال في ايه منتهى الذكاء، اسكد هنا هتبقى told، ليه بقى معنى الكلام ان هو بيقول هنا ايه ان هو حكى للولد اللي واقف هناك ده حكى له قصة حقيقية، يعني told دي يجي بعدها مفعول اللي هو الاولان ده اللي هو ايه that boy. طب المفعول التاني a true story، قصة الحقيقية. رقم اربعة في تناقض هنا، فبيكوز هنا هتبقى although بالرغم من، هو حصل على درجات ايه منخفضة بالرغم انه ذاكر بجد. خمسة الفعل avoid يجي بعد الفعل في ing cut هتبقى cutting. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.